صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يوجدكم هذا الفيديو وانتم في احسن الظروف والاحوال. اولا كنبارك لكم العواشر، عواشركم مبروكه ان شاء الله، تدخل عليكم بالصحه وطول العمر لكم ولوليداتكم والاهل ديالكم، وان شاء الله نبلغوا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. نتمنى ان شاء الله نبداو ان شاء الله فيديوهات جديده في هذه العواشر هذه، وايضا تابعوني على قناتي ملح وسكر. ما تنساوناش يا البنات ان شاء الله نتابعوا جميع الوصفات، وهكذا نبداو على بركه الله. اليوم جيت لكم بوصفه ديال دوازتين ان شاء الله تعجبكم. راكو عارفين دائما في الاتاي كنحتاجوا في لوغوتي شي حاجه هكذا خفيفه من الكاطو او من لي بيسكوي، واليوم جبت لكم هذا البيسكوي ان شاء الله يروقكم ويعجبكم. ما تنساونيش الى عجبكم تجربوه وتعملوا اللايكات، وايضا تبارطاجيوه مع الحباب والاصدقاء. ويلا نبداو على بركه الله وعلى نبينا محمد عليه افضل الصلوات والسلام. قبل ما نبدا حبيباتي غادي نشعلوا الفران، هو الاول. غادي نحتاجوا واحد الليمونه البرتقاله اللي غادي نعصروها، نحتاجوا القشور ديال الحامضه، وواحد الخماره ديال الحلوه فئه 8 غرام، كاس صغير ديال الزيت. بغيتوا نتوما ديروا كاس صغير ديال السكر ديروا، انا ما كثرتش، درت غير نص كاس وما عمرش ناقص صبع، قريصه ديال الملحه وبيضه وحده. وطبعا عندي هنا 400 غرام ديال الدقيق. هانتوما كيف كتشوفوا معايا عندي القشور ديال ديك الحامضه اللي حكيتها. غادي نديرو البيضه ان شاء الله، بسم الله. غادي نضيفوا لها داك السكر، نتوما هنا على حسب الذوق، الا بغيتوا ديروا كاس قد هذا صغير ممكن ديروه. صافي انا غادي نخدم هاد البيض والزيت مزيان حتى نحس بهم بداو كيذوبوا. غادي نضيف الزيت شويه بشويه صافي، وانا كنخدم هكا ونتلاقاو البنات باش ما نطولش عليكم. هانتوما البنات ما نساوش القبيصه تاع الملحه، ونكبوا هذاك الكاس المعامرش ديال عصير البرتقال. نمشيو شويه بشويه، هو كيذوب لينا داك السكر، نخلطو تدريجيا صافي. دابا غادي نضيف، كنضيفو داك الدقيق شويه بشويه. هنا تخلي 400 غرام ناقصه واحد جوج ديال المعلقات، وانتم كتشوفوا على حسب الدقيق اللي عندكم. من بعد ما كتجمع لنا العجينه كنعملوها حتى على شكل كويرات، وكنفندوها في الكوكو او نواد كوكو كيف كتشوفوا معايا في الصوره. وانا سمحوا لي البنات الكاميرا ما كاميرات ليش المراحل ديال جمع العجينه والتكوير، ولكن الصور راها شارحه نفسها. اعتذر مره اخرى. هنا كنعملوا كويرات وكنفندوهم في الكوكو وكنحطوهم هكذا في اللاطه اللي ملبسه بالورق سلفوريزي، وطبعا غادي نعملهم في الفران على نار مهيله 150 درجه. بعد ما كنخرجوهم من الفران كيكون شكلهم كيف كتشوفوا معايا مورد ومذهب، كيجيو شكلهم رائع جدا، وواحد النسمه كتطلع منهم ديال الكوكو رائعه ولذيذه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يرقكم يعجبكم، وما تنساوناش يا البنات باللايك، وما تنساوناش بالبارطاج، وبسلامه. وهذا هو شكلهم النهائي حبيباتي في طبق التقديم، مقدموهم لعائلتكم ولوليداتكم في الكوتي، وتبارك الله عليكم والله لا يخطيكم عليا.